السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم هو 12 من الشهر الأول شهر جانفي سنة 2023. لو تشاهدون هذه الخلية تم تصويرها في الفيديو السابق بتاريخ 6 جانفي 2023، يعني قبل 6 أيام بالضبط. كنت قد قدمت نصف كيلوغرام من العجينة البروتينية وكذلك ما يقارب 1 لتر من المحلول السكر. بعد 6 أيام والأجواء مشمسة، درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة في النهار كما تشاهدون، يعني تقريبا استهلكت ما يقارب نصف العجينة، نصف الكمية المقدمة من العجينة البروتينية، وكذلك استهلكت كل المحلول السكر. فلو نلاحظ هذه الخلية في خلال 6 أيام استهلكت كمية من العجينة البروتينية وكذلك ما يقارب 1 لتر من المحلول السكر. وكما ذكرت هناك شروح للنحل، النحل كان يخرج بشكل جيد، وكما شاهدتم في الفيديو السابق هناك شروح جيد جدا للنحل. رغم ذلك استهلكت هذه الكمية من المحلول السكري وكذلك العجينة البروتيني. هذا يدل على أن النحل يستهلك التغذية، يعني لما نقدم التغذية للخلية تستهلكها، وهذا طبعا أمر جيد جدا. من هنا أو من خلال هذه الكمية المستهلكة وكذلك شروح النحل نستنتج أن الخلية جيدة جدا وبصحة جيدة تستهلك المحلول السكري. وكذلك توضيح فقط لبعض الإخوة الذين طرحوا علي السؤال حول مقادير المحلول السكري، وكنت قد أخطأت في بعض الإجابات. المحلول السكري الذي أقدمه على مدار السنة هو 1 كيلوغرام سكر ل2 لتر من الماء. ولكي أكون دقيق معكم، هذا الدلو الذي تشاهدونه يعني محتواه 10 لتر، يعني 10 لتر من المحلول السكري. فكل ما أقومه به هو أنني أقوم بسكب 4 كيلوغرام من السكر داخل هذا الدلو وأقوم بملئه بالماء. هذه هي المقادير التي أعتمدها على مدار السنة. 4 كيلوغرام من السكر داخل هذا الدلو وأضيف له الماء حتى يمتلئ وسعة هذا الدلو 10 لتر، يعني تقريبا 1 كيلوغرام ل2 لتر من المياه. هذا هو مقدار المحلول السكري، وكما ذكرت على مدار السنة، يعني محلول مخفف وليس مركز. هناك من يستعمل أكثر تركيز وهناك من يستعمل أكثر خفة من هذا التركيز الذي أقدمه. وكما تشاهدون هذا كيف يقوم النحل بالتهام العجينة، يعني تقريبا كان الكيس مليء، ويمكنكم الرجوع إلى الفيديو السابق حتى يتضح لكم كيف كان هذا الكيس من العجينة البروتينية. وهذه العجينة كما ذكرت من النوع الجيد، يعني نوعية جيدة جدا يستهلكها النحل بشكل جيد جدا. هذا ما أردت مشاركته معكم لنهار اليوم وفي فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.